السلام عليكم، شخباركم؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحيحه؟ كلشي بخير؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بصحه جيده. اليوم ان شاء الله غدا عند صاحبتي، غادي نباركوا ليها في الدار ديالها لان بناته كملت وحنا غاديين عندها الصباح نفطروا معاها. دونك اليوم كنشارك معكم اللوك ديالي، تشوفوني شنو لبست. المهم باش يستافدوا البنات وصافي، الا عجبكم اللوك ديروا ليا لايك. السلام عليكم، شخباركم؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحيحه؟ كلشي بخير؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. انا الحمد لله بخير، اختكم فرحانه بزاف الحمد لله. اللهم اديمها نعمه، الله يفرحكم حتى نتوما. المهم حلم من الاحلام، جزء من الاحلام ديالي تحقق لي الحمد لله. ان شاء الله غادي نشارك معكم في الوقت المناسب ان شاء الله باذن الله. خليها لكم سوربريز، واحد سوربريز غتعجبكم ان شاء الله. الحمد لله بفضل رضاة الوالدين، بفضل الله راضي عليا، بفضل الزوج راضي عليا، بفضل بزاف ديال الحوايج، بفضل الدعوات ديالكم، بفضل كل شيء. هذا الشيء كامل انا اختكم فرحانه وبغيت نبارطاجي معكم هذه الفرحه ديالي. وهذا ما كان دونك شوفوا، حتى واحد ما يأس. انا بغيت انا نعطيكم ميساج من هذا سميتو، حتى واحد ما يأس. شوفوا الدعاء، تقربوا من الله، راه اي حاجه طلبتوها من الله سبحانه وتعالى اكيد راه كتقولوا. بعض الخطرات كتدعي شي دعوه وكتقول انا مستحيله ان ندير نوصل لهذا الشيء اللي بغيت وندير هذا الحلم اللي بغيت وهذا، ولكن شوف ملي كتحط واحد الهدف في حياتك وكتطلبي الله سبحانه وتعالى، كتكوني مزيانه وكتبغي الخير وكتبغي الخير الناس والتعامل البنات ولو سيريو المعقول. شوف والله الا كان المعقول ربي راه كييسر لك. انا زعما جربتها فهاد سميتو، انسان ملي كيكون معقول ربي كييسر له. دونك بفضل الانسان كيكون معقول ويعني لحوا على هذاك شنو نقول لكم، لو سوي ديالكم الطلب او وداك الشيء اللي كتطلبوا من الله سبحانه، لحوا عليه وربي اكيد اكيد اكيد. والله البنات راه كنحلف لكم دون 800 متر او رون بوين prenez la deuxième sortie. بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل الاصرار ديالي، بفضل الخدمه والخدمه البنات الاجتهاد. راه كنقول لكم شوفوا، الا خدمتوا وتابرتوا ودرتوا شوف حتى واحد ربي ما كيضيع الاجر ديالو، حتى واحد ربي ما كيضيع. حيت الخدمه، العمل راه عباده، العمل ديالنا راه عباده. ملي كتخدم وكتكون سيريو مع الناس وكدير عباده. دونك انا المهم فرحانه بزاف، بغيت نشاطر معكم هادشي. ان شاء الله غادي نشاطر معكم في الوقت المناسب. يا ربي تكمل عليا بالخير. كنتمنى الدعوات ديالكم كيف ما دائما كتدعوا معايا، كيف ما دائما كتبارطاجيو معايا، لا في الواتساب لا في الميساج لا هذا. الناس طيب. دون 200 متر او رون بوين prenez la deuxième sortie. والله لقينا ما احسن منا، شتي وهذا يلا بدات تصب. الله يلاقينا مع الناس اللي احسن منا، تابروا وجاهدوا وخدموا وطلبوا من الله سبحانه وتعالى. prenez la deuxième sortie. واكيد ربي ما غاديش يخيبكم كيف ما انا ما خيبنيش الله سبحانه وتعالى. ربي ما غاديش، ربي راه معايا ومعاكم كاملين. هادشي اللي كاين حبيباتي. المهم راكم عارفين لا نهضر ولا بديت نهضر. دون 800 متر او رون بوين prenez la deuxième sortie. حاجه فرحانه لانني طيحت دابا 3 كيلو الحمد لله، 19 جوغ الحمد لله. غدا في لاتي زعما كنستعجب وحق الله، وشكرا على الرسائل اللي توصلت منا منكم. كلشي كان موتيفي، كلشي كيقول يا عفاك درينا دابا. دون 200 متر او رون بوين prenez la deuxième sortie. كان معايا عاوتاني واستجب. عرفتي اش كنقول؟ كنت كنقول الدعوه دي يا ربي سد لي الشهيه يا ربي، ما بقاش نشوف هذاك السكر ونشوف الحلويات يا ربي. الحمد لله. او رون بوين prenez la deuxième sortie. يعني وليت كناخذ وجبه وحده، تخيلوا البنات انا سنة كنقول لكم دون 200 متر ريستيز ا دروات. عارفين عزيز عليا حلويات، عزيز عليا الشوكولات، تصوروا مور الماكله مباشره كندوز لذاك الشيء. عرفتي راه واحد ما نقول لكمش واحد الحاله كنت فيها، مي الحمد لله ربي وقف معايا عاوتاني. ريستيز ا دروات دوزيام فوا اونكور الحمد لله. دونك هذا ما كان. دونك البنات ما تخافوش، ربي معكم. كيف ما كنقول لكم، لحوا على الحلم ديالكم، لحوا على الاصرار الاصرار الاصرار، العزيمه والمثابره. انا لا خدمتو راه ربي والله ما يضيعكم. انا كنقول لكم الا بغيتوا شي حاجه راه غتوصلوا لها. الحمد لله انا وصلت ماشي وصلت باقا يلا بديت ما وصلتش باقا يلا بديت، مي الحمد لله. كيف ما قلت لكم ربي ما تيخيبنيش.
بفضل الدعوات، بفضل رضات الوالدين، رضات الزوج ديالك بزاف، دعواتكم الحمد لله. زعما كنحاول ما امكن انني نكون قريبه للمتتبعات ديالي، كنجاوب. راه شوف بزاف الناس منكم تيقول لك الناس راه اللي دايرين هذاك ما تيجاوبوش، سي فغي. شحال من وحده انا صيفط لها في اليوتيوب وما تجاوبش، زعما صراحه انا كنحاول ماكسيموم انني نجاوبكم، نعاون اللي قديت شي حاجه، نعاون شي وحده اللي عندها شي مشكل ولا شي حاجه، كنحاول ما امكن انني نعاونها. ايوا هذا اللي قديت هذا ما كان. دونك حبيباتي كيف ما شفتوا معايا، غادي نسجل معكم اللوك حيت عرفتكم غادي تسولوني. دونك راه كنشاطر معكم، اي حاجه لبستها عجبتني زعما خديتها وعجبتني كنشاطرها معكم. غنصور لكم اللوك، غادي معروضين عند صاحبتي، غادي نفطروا معاه. قولي سناء تكيسير غدا، كنقول سناء في اتونسيون سناء ما تنسيش راسك. غادي نشاطر معكم ان شاء الله، غادي عند صاحبتي ان شاء الله. بنات الله يكمل عليها بالخير ان شاء الله، ودخل هاد الدويره، دخلات ان شاء الله هاد الدويره ديالها بالصحيحه والرزق والسلامه. دونك غادي ان شاء الله نفطروا معاها. بيان سور خديت لها ان كادو، المهم راكم عارفين ما كتدخلوش بيدينا، كديروا دي جيست. وهذا ما كان ان شاء الله، الا قديت نشاطر معاكم، الا ما نسيتش راه نشاطر معاكم الطبيله ديالنا وكيفاش داز نهارنا وصافي. دونك اتوتالور. دونك هنا البنات كنحاول نشارك معكم الفطور، وكونوا اكيدين انني ما كليتش السكريات، راني فيغ دو موا، فرحانه براسي، ما قربش لتا شي حاجه. كيقول لي البنات شوفي راه ما نقولهاش لصحاباتك في اليوتيوب، غير قولي راه ما نبيعوش بك، غير قولي. كنقول لهم لا، كيستيون دو برينسيپ، راه انا ما غنقربش للسكر، ما غنقربش للسكر صافي. الحمد لله جاني لو ديكليك، انا فرحانه براسي والله البنات. وتعبرت البارح لقيت راسي كملت دابا 3 كيلو، 3 كيلو اللي طيحت مده 19 يوم الحمد لله. ما بقاش كنحس بالجوع، ما بقاش عندي ديك لونفي ديال الشوكولا وديال عاتي راه حطوا الشوكولاته، حطوا انا غنشارك معكم كل شيء وحطوا المسائل كامله، ولكن انا اختكم ما قربتش لتا شي حاجه. هنا البنات بغيت نشارك معكم لي كادو، ربما البنات بحال مثلا تكون عندكم شي زعما شي مناسبه هكذا وتبغيو تاخذوا دي زيدي. المهم انا نشارك معكم لي كادو اللي دينا لها كل وحده شمدات. هادو الهدايا ديال صحباتي كاملين اللي جبنا ليها، بنات الدار ديالها، كان من هذا المنبر كنقول لها الله يكمل عليها بالخير ان شاء الله وبالصحيحه والعافيه ان شاء الله، وتفرح بها مع وليداتها وتشوفهم كي بغيتو. صاحبتي كتوريه لي كتقدم لكم كتوريكم هالمعلقات كيفاش دايرين، هادي كيفاش دايرين. قلت لها يلا هذا هو الدهاز ديال العروسه، بقينا كنضحكوا شدينا فيها اليوم. ايوا هذا ما كان. دونك هادو كانوا لي كادو ديالها، بصحتها وراحتها ان شاء الله، تاكل فيهم وتشرب فيهم بالصحه والعافيه. عطيتكم دي زيدي باش ربما تبغيو ان شاء الله تشريو دي كادو، ها هما. انا شاركت معكم كل شيء كيف ما قلت لكم البنات، ما كليتش يعني، خديت غير داكشي اللي سميتو الحمد لله. جيت لداري بخير، كنحس براسي بخير. راه قلت لكم المكملات الغذائيه، خذوا دي فيتامين باش ما زعما ما يهبط لكمش السكر وداكشي، ولكن ما بقاتش عندي ديك لونفي ديال السكر. كتجيك ديك القضيه ديال انك زعما كتبغي تشهي داكشي، ولكن ماشي ديك الشهوه اللي كيف ما كانت، كيف ما كنت كناكل انا الشوكولات. لذلك انا بغيت نشجعكم البنات، والله راني كيف ما شفتوني دابا، من شفتوني في اللبسه عاتي كنشوف راسي كنحس بهذاك اللي سميتو، كنحس وانا فرحانه بها. كنزومي لكم على السكر، شوفوا شوفوا لي الحلويات، شوفوا شنو كان قدامي اليوم، ولكن اختكم والو والو، ما كليتش الحمد لله. دونك غير باش نشجعكم البنات، راه يمكن لكم توصلوا اي حاجه بغيتوا ديروها، راه توصلوا لها ان شاء الله. وفرحت بزاف من اتصلتوا بيا، وبزاف منكم اللي اتصلوا بيا وفرحانين وقالوا لي شجعينا. اليوم في اخر فيديو غنشارك معكم واحد لاغوسيت اللي هي زوينه زوينه، ابقوا معايا، اللي صحيه 100%. دونك خليكم معايا ما تمشيو فين. دونك حبيباتي هنا غادي نشارك معكم واحد لاغوسيت ديال كوكيز. اختكم راه كتحمق الكوكيز، دونك ما يمكنش لي نحرم راسي وما يمكنش لي نحرمكم حتى نتوما. دونك هاد لاغوسيت كتجي كتحمقها، نتوما غير تبعوا معايا. غادي نصوبوها بالطحين ديال النبق، مهم تبعوا معايا حتى الاخر هذا الحلقه وغتشوفوا ان شاء الله كيفاش. دونك هنا غنحتاجوا لواحد 175 غرام ديال الزبده بدرجه حراره المطبخ. انا في الحقيقه ما كانش لانني كنت خارجه، جيت درت شويه في الميكرووند باش تذوب. غادي نحتاجو لواحد 100 غرام ديال العسل الحر، ما بغيتوش ديروه يمكن لكم تعوضوه مثلا بالتمر مطحون، يمكنكم تعوضوه بستيفيا، ستيفيا حتى هي راه صحيه. دونك هذه هي اللي يمكن لكم تعوضوها. صافي درنا الزبده، درنا شنو درنا، درنا العسل صافي. من بعد غديروا واحد البيضه اللي مطربه وغتبقاو تخلطوا حتى كيطرب لكم كلشي. Thank you.
من بعد غادي تزيدوا 175 غرام ديال الطحين ديال النبق اللي غتزيدوها تدريجيا. هذه هي الخنشه ديالو. المهم فاش تلقاوه غتلقاوه في الجمعيات، غتلقاوه بوتيتغ في معرض شراجلي اللي شراه الصراحه، ولكن غالبا هو كيشري من الجمعيات، يعني جمعيه محمد السادس، وكاينين بزاف الجمعيات راه ما كاينش غير هذا. المهم هذا الطحين غتزيدوه تدريجيا بشويه بشويه، تتكملوا 175 غرام ديال الطحين ديال النبق. من بعد ما غيتخلط لكم الخليط غادي تزيدوا واحد المعلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز. حنا غادي نحيدوا الخميره ديال الحلوه ونديروا الخميره ديال الخبز، معلقه صغيره. غتزيدوا عاوتاني معلقه صغيره ديال البيكربونات دو سود. هاد البيكربونات دو سود هي كتساعد، هي سر صحيه وكتساعد باش سميتو يعني لي كوكيز يتنفخوا لكم، ما يجيوش مدقسين وما يجيوش هابطين. دونك صافي كتخلطوا مزيان. صافي كتاخذوا هنا الشوكولاط، كتاخذوا واحد 100 غرام ديال الشوكولا كاكاو ديال 85%. راكم عارفين بان الشوكولا كاكاو راه صحي حتى هو، اي ماركه بغيتوها. المهم صافي كتخلطوا النص ديالها، كتقطعوه هكاك عشوائيا، يعني كتاخذوا واحد الموس كتقطعوه عشوائيا. انا كنبغي داك التقطيعات هكاك عشوائيا، كيجيو زوينين في المنظر ديالهم. صافي كتحاولوا تقدوا غير بالمعلقه، ما غاديش ديروا زعما تكوروه ولا شي حاجه، ما كيحتاج، لانه هو ملي كيدخل الفران غير كيبدا يتنفخ وداك الشيء صافي بحال كي هذا كيفيض شويه، صافي كيتقاد كيتقاد في المنظر ديالو. صافي غديروا غير نص ديال الشوكولا صافي وتاخذوا طاوه فيها بابي سوفيغيزي. صافي تحطوا بالمعلقه ديالكم هكذاك كويرات صغيرين على حسب الحجم اللي بغيتوا، بغيتوا كبار بغيتوا، انا كنبغيو موين زعما الصراحه، ما كنبغيش داك كبار، ما كنبغيش عاوتاني داك صغيورين. المهم صافي كديرهم على سميتو، وهذاك الشوكولاط اللي بقى لكم كتزيدوه من الفوق، كتزينوه من الفوق. صافي كتقادو هكا بالمعلقه حتى كيولي بلا شويه، غير مابقاش من فوق واحد شويه. صافي كتسخنوا الفران على 160 درجه، كتدخلوه تقريبا ما بين 8 دقائق حتى 10 دقائق، من الاحسن 8. انا راه واحد شويه شويه فوتو درت 10، مي هو من الاحسن ديروا 8، لان اصلا هذيك لا كولور ديال الطحين ديال النبق مغلوقه، هي على شكل الشوكولاط، فهمتي؟ يعني باش تجيكم في المنظر مزيانه. صافي تابلاتيو كيف ما قلت لكم هكاك بالهذا معلقه. صافي انا راه قديتو باش ما تجيش لا فيديو طويله، حاولت نختصر. صافي وكتدخلوه الفران لمده 8 دقائق، ديروا 8 دقائق وغتفكروني. صافي هذا ما كان. وهذه مقتطفات من الفيديو السابقه اللي مازال ما شافهاش يدخل يشوفها. درت فيها بزاف ديال الموتيفاسيون، كنت فرحانه بكم بزاف، عطيت بزاف ديال تلقيت واحد شنقول لكم كم هائل هائل من الناس اللي باغين يضعفوا، الناس اللي باغين الاكل الصحي، الناس اللي بغاو اللي يشجعهم. الحمد لله وصلت لقلوبكم، الحمد لله وصلت بتشجيعاتكم انتما، وصلت انني نشجعكم الحمد لله. زعما كنت فرحانه بكم بزاف، وان شاء الله باذن الله غادي نزيدوا القدام. هذا ما كان. دونك هذه هي لا فيديو ديال السابقه اللي مازال ما دخلهاش يدخل اللي يشوفها، ومرحبا بكم. دونك حبيباتي كيف ما كتشوفوا معايا، ها هما لي كوكيز ديالي، جاوا كيحمقوا، انا مازال ما دقتهمش، ولكن واحد الريحه كانت في الكوزينه. راه كيبانوا لكم هكاك محمرين، راه ما محروقين ما والو، حيت هذاك النبق هو اصلا مغلوق. مهم ان شاء الله مره اخرى غادي ندير معكم بالطحين ديال بزاف ديال الطحين اللي بيض مثلا، بغيتو تجيو حيت كاينين الناس اللي ما كيبغيوش على هذا الشكل مثلا ماغون ما كيبغيوش. دونك مره اخرى ان شاء الله غادي نديرو معكم. دونك ها هو الشيش، ها نتوما شوفوا البنات، عرفتي كيبان معلك. ندوقو معكم. تري بون البنات، والله تري بون. شوكولا نوار، الناس اللي كيبغيو شوكولا نوار، باش ناكد عليكم، الناس اللي كيبغيو شوكولا نوار، الناس اللي ما كيبغيوهاش ما غاديش يعجبهم. الناس اللي كيبغيو شوكولا نوار، وراه شوكولا نوار كتعرفوا بانه صحي. وهذا ما كان. دونك حاولت نتقاسم معكم اول تجربه ديالي في شي حاجه اللي صحيه 100%. دونك كيف ما شفتوا معايا ها هو جا غزال، جربوه حتى نتوما
وردوا عليا الخبار سوغ انستغرام ولا في الميساجات، ومرحبا بكم. دونك غتكون هذه هي نهايه الفيديو. شكرا لكم على الدعم، شكرا على البارطاج، شكرا على الكلمات الزوينه اللي كتحطوا في حقي. اي على بروشين فيديو ان شاء الله باذن الله. ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو بيان سور الا عجبتكم باش تشجعوا الناس، وديروا لها لايك بيان سور الا عجبتكم. ومرحبا بكم وشكرا لكم.